تفقد وفد امريكي يضم عضوي مجلس الشيوخ عن الحزب الديمقراطي الامريكي كريستوفر فان هولن وجيفري ماركلي المخزنة الاستراتيجية للهلال الأحمر بالعريش ثم توجه الوفد لمعبر رفح البري لتفقد شاحنات المساعدات الإنسانية والغذائية والإيوائية الخاصة بالقطاع وأكد الوفد أنه سيعد تقريرا يتضمن تفاصيل هذه المساعدات التي روها لتذليل الصعوبات التي تحول دون وصول هذه المساعدات لقطاع غزة أنا وزملائي موجودون لكي نتفقد الوضع هنا بعد لقائنا المثمر أمس مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، سنعود بتقرير كافي عن كل هذه المساعدات التي رأيناها، خاصة أننا قد علمنا بالصعوبات التي تعوق وصول هذه المساعدات لغزة، وسيهدف تقريرنا تذليل هذه الصعوبات ووصول المساعدات لقطاع غزة أكثر الأشياء التي ستوضع في عين الاعتبار هو العدد الكبير للجرحى والمصابين في غزة، وأنهم يحتاجون لرعاية طبية وغذائية كاملة. وقلة المساعدات الطبية والغذاء يمثل أولوية أولى لنا، لأن هناك عددا كبيرا من المصابين لا تصل لهم المساعدات الكافية من الطعام أو المساعدات الطبية، وبناء على هذا سنحاول إيصال المساعدات الإنسانية.